بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن حدادة السقف السوليد سلاب. يقوم الحداد بوضع علامات التجنيط لتحديد أماكن التكسيح والرمي. لاحظ هنا مع بعض الصورة اللي موجودة أمامنا إن الراجل الحداد معاه علامات بالتباشير كده حاططها على الخشب. بعد ما الحداد رقم الكمرات وقاس البحور بدأ يحط علامات. العلامات دي اسمها علامات التجنيط عشان يعرف فين اماكن التكسيح واماكن الرمي. يعني مثلا العلامه دي مثلا علامه التكسيح للحديد المكسح من فوق، يعني من عند الناحيه العلويه، والعلامه اللي بعديها دي علامه التكسيح من الاسفل، يعني عند منطقه الخمس مثلا او منطقه الصبع حسب ما الكمره دي كمره مستمره ولا كمره سمبل بيم. وهنبدأ نعرف الكلام ده واحده واحده مع بعض. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.